وينضم لنا الآن من بروكسل الأستاذ حسين عمر الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عمر أهلا بك معنا. تصريحات كثيرة بصراحة اليوم بخصوص روسيا، نتذكر منها ما تفضل به أيضا وزير الخارجية أو وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بخصوص الدفاع عن دول الثلاث، يعني دول البلطيق. وهنا في أي سياق تأتي هذه التصريحات؟ وهل لمحت موسكو بأي شيء بخصوص هذه الدول في السابق؟ مساء الخير. أعتقد لا، لم تلمح موسكو حتى هذه اللحظة بخصوص أي دولة غير أوكرانيا. يعني بعد هجومها على أوكرانيا لم تلمح بالهجوم على أي دولة. وكما تعلمون اعتبرت موسكو بأن هجومها على أوكرانيا كان دفاعا عن النفس أو خطوة استباقية، لأن أمريكا وحلف الناتو كانت لهما تحضيرات داخل الأراضي الأوكرانية لخلخلة الوضع على في روسيا من الحدود الأوكرانية. لذلك بدأت روسيا بخطوة استباقية وغزت الأراضي الأوكرانية. لكن الدول البلطيق الثلاثة الصغيرة والتي هي أعضاء في حلف الناتو لم ترى أي تهديد حتى هذه اللحظة من قبل روسيا، وليس هناك قوات روسية منتشرة بكثافة على حدود تلك الدول. لذلك وزير الدفاع الأمريكي يحاول أن يعطي اطمئنان لسلطات تلك الدول أو لقادتها أكثر من شعوبها بأن الولايات المتحدة هي حليفة لكم وستدافع عنكم، وكانت تقول ذلك لأوكرانيا حقيقة قبل الغزو الروسي على أوكرانيا. لكن في الفترة الأولى من المعارك من الاجتياح بقيت الولايات المتحدة أكثر من شهر متفرجة ولم تفعل أي شيء لأوكرانيا. هناك تخوف أيضا من قبل شعوب تلك المنطقة في حال وهذا بين قوسين هاجمت روسيا، فإن الولايات المتحدة ستبقى متفرجة كما بقيت متفرجة على الوضع في أوكرانيا وتدخلت. كيف بقيت متفرجة سيد حسين وهي لازالت ترسل الأسلحة والمساعدات منذ بداية هذه الحرب التي تشرف على نهايتها، على نهاية عامها الأول؟ نعم، بعد هذا كنت سأأتي إلى هذه النقطة. بعد شهر تقريبا من بدء المعارك، وعندما اقتنعت الولايات المتحدة وبعد تراجع روسيا عن محاصرة كييف، بدأت الولايات المتحدة بضخ إعلامي وضخ سياسي داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الحلف شمال الأطلسي لدعم الحكومة الأوكرانية، وفعلت. ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة تقاتل الولايات المتحدة حقيقة، أو يقاتل الجيش الأوكراني نيابة عن الولايات المتحدة، وستبقى تقاتل حتى آخر جندي أوكراني لكي تحقق مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلف الناتو. طب وماذا عن الجانب الروسي أستاذ حسين؟ هذا ما يتركه بقية حلفاء أمريكا خاصة الدول البلطيق الثلاثة. طيب أستاذ حسين، نحن نشرف على نهاية العام الأول لهذه الحرب، هذه حرب استنزاف، ما الذي حققه الجانب الروسي حتى الآن في هذه الحرب؟ يعني لم يكن قد حقق الكثير، ولكنه الآن يحتل أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية ويتقدم ببطء باتجاه أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانية. روسيا صحيح أخطأت في التكتيك العسكري في البداية. باعتقادي لو لم تنسحب روسيا من محاصرة كييف ودخلت كييف لما كانت هناك أي مساعدة للشعب الأوكراني، وحكومة كييف كانت ستهرب إلى لندن وتشكل حكومة منفى هناك، وكان سينتهي الحرب بتشكيل حكومة جديدة في أوكرانيا دون مساعدة، يعني بمساعدة الروس، ولم تكن الولايات المتحدة والأوروبيين كانوا سيتدخلون. لكن التكتيكات العسكرية الخاطئة التي مارستها روسيا أثرت فيها كثيرا وسببت لها حالة استنزاف في القوة العسكرية والمعدات العسكرية، وهو ما وصل إلى هذه المرحلة. لكن حقيقة هناك أهداف حققتها روسيا، وهي أنها احتلت
الكثير من الأراضي الأوكرانية وضمتها كما تعلمون 4 مقاطعات ضمتها روسيا رسميا إلى الاتحاد. طيب ولكن العالم لا يعترف بهذا الانضمام أستاذ حسين. طيب الاستخبارات الغربية تحذر من التصعيد الروسي بعد الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، هل دخلت هذه الحرب مرحلة جديدة بالنسبة للروس؟ روسيا غيرت تكتيكاتها العسكرية منذ فترة، منذ أكثر من شهر وشهر ونصف حتى هذه اللحظة. روسيا تحاول أو بوتين يحاول دفع الجيش إلى تحقيق مكاسب أكثر مما هي متحققة الآن. لذلك أعتقد بأن دفع فاغنر، قوات فاغنر في المقدمة، والقصف الجوي المتواصل من قبل الطائرات الروسية ومن قبل الصواريخ البعيدة المدى من البحر سيشكل العامل الأكثر حسما في الفترة القادمة للمعارك الدائرة، لأن روسيا تقول بأنها لن تتخطى حدود الجمهوريات أو المناطق التي ضمتها إلى الاتحاد الروسي. لذلك روسيا ستحاول خلال الشهرين القادمين حسم المعارك لصالحها، وأعتقد بأنها ستصل إلى بعض النتائج أو أهم النتائج في ذلك، لأن الغرب حتى هذه اللحظة صحيح أنه يدعم بلا هوادة وبلا حساب القوات الأوكرانية، لكن هذا الدعم يقل شيئا فشيئا. حتى لو دعمت بالدبابات أو إلى آخره، أعتقد بأن وضع المعركة على الأرض لن يتغير، وستبقى روسيا هي التي تتقدم وتكسب أو تحتل الأراضي شبر حتى تحقيق أهدافها الأساسية. باعتقادي روسيا لن تتراجع عن ذلك. نتعتقد أن المانح الأوروبي سيتململ. عموما شكرا جزيلا لك من بروكسل أستاذ حسين عمر الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.